بالأسبوع الري، أما في الشتاء وفصل الخريف مرة واحدة كل أسبوعين. من ناحية التسميد، تقومون بتسميد النبات، تخلون السماد 4 مرات خلال فصل الصيف، وما تسمدوا أبدا في فصل الشتاء، تبتعدون عن التسميد في فصل الشتاء لأنه هي تعتبر فترة ركود للنبات. إذا لاحظتوا أحد المشاكل على نبات الدراسينيا غودكوف، مثلا صار اصفرار على أوراق النبات أو تتحول لون البني لون الأوراق، هاي إشارة واضحة جدا وتم إفراط في الري ولذلك صار اصفرار على أوراق، فمن المهم جدا أنه تقللون من الري. وإذا صار اصفرار على أوراق النبات نتيجة تعرضها للكث كمية كبيرة من أشعة الشمس مباشرة، فتبعد بعد الشمس أجرة وتقلوا. أما إذا لاحظتوا تساقط أوراق النبات، شيء بأغلب الحالات يعني قلة التعرض لي، وإذا تساقطت ذات الأوراق السفلية بشكل طبيعي هذا يعني استعدادها لظهور نمو جديد. تسرعون هاي المرحلة أقليم الأوراق السفلية على النبات، وبهاي الحالة إن شاء الله تكون بصحة جيدة. أما عن تكاثر نبات الدراسين، فيتم هاي العملية عملية تكاثرها بأوائل الربيع أوائل فصل الصيف أوائل فصل الربيع، ويتم إكثارها عن طريق التعقيل أو الترقيل، وأيضا عن طريق قص زهرة حديثة أو قديمة وبعدين إعادة زراعتها الطريقة. وهاي الطريقة راح تحافظون على التربة تكون رطبة وتطول لحد ما جديدة من النموات الجديدة. لكن أيضا ذكرناكم هذا النبات بطيء فيه، لكن لازم تحملون مدة شهرين أو أكثر ما تطلع جديدة على التام قصها وزرعها وغرسها في التراب. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، لكم محتوى القناة لا تنسون تشتركون، فعلوا الجرس وأراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع ألف سلامة.